مرحبا بكم في قهوة وجرنان. كما أعلنا أمس على صفحة البرنامج على الفيسبوك، سنتحدث اليوم على البرامج التلفزيونية في شهر رمضان، كانت حسنة، جيدة، سيئة، سيئة جدا. نتابع هذا التقرير ثم نعود. برامج شهر رمضان الكريم، من أفلام إلى سكتشات إلى مسلسلات إلى الكاميرا الخفية. وإن كانت مثل هذه الأعمال قد تحتاج إلى خبراء ومختصين أحيانا، فهي لا تحتاج إليهم في أحيان أخرى، أي عندما يكون الشعور بالملل شعور مشترك تتقاسمه شريحة كبيرة من المشاهدين الذين كانوا عرضة إلى مثل هذه البرامج التي فشلت بشهادة الجميع في صنع الفرجة والمتعة خلال رمضان، بل كانت في أغلبها عبئا على الصائمين لا تختلف كثيرا عن الحرارة والتعب. وكان شعارها الكبير برعاية برامجنا رمضان يفرقنا. غابت الدراما الجزائرية وغابت الفكاهة، ومن العجوز والكنة إلى أهل البادية في المدينة، أفكار تعلن عن الإفلاس العام من السيناريو إلى التصور. أما الكاميرا الخفية فأصبحت كاميرا مخيفة، كل شيء فيها مباح وحاضر إلا الفكاهة والطرف كان أكبر الغائبين. النظرة الشاملة لمن كانت له الشجاعة وشاهد هذه البرامج يخرج بفكرة واحدة موحدة، هو أن البرامج الجزائرية في شهر رمضان انقسمت بين برامج آخر لحظة بمفهوم سجل سجل رمضان على الأبواب، واشترار وتكرار لأفكار ميتة لم تعد تلقى بالا عند المشاهد، وبرامج أخرى ما زال فيها السيناريو عجوز وكنة. لماذا أصبحت البرامج الجزائرية في شهر رمضان تعجز عن تقديم أفكار جديدة تواكب مجتمع جزائري يعيش في 2015؟ حكم التشفي الثقة. ولماذا لم نعد ننتج حتى برامج للفكاهة والترفيه؟ لماذا أصبحت تنتج برامج رمضان في ليلة الشك؟ في انتظار أجوبة لهذه الأسئلة، يبقى الضحك الوحيد الذي قدمته هذه البرامج هو ضحك على الذقون. ضيفتي اليوم مشاهدينا هي المخرجة وكاتبة السيناريو السيدة فاطمة وزان. سيدة فاطمة وزان، مرحبا بك معنا، شكرا على قبولك دعوة قهوة جرنان. أنا أشكركم على الدعوة. صباح الخير لكم، صباح الخير لكل المشاهدين، وبمناسبة العيد المبارك نقدم تهانية إلى كل الشعب الجزائري وكل الأمة الإسلامية. شكرا سيدة فاطمة وزان. بداية سيدة فاطمة وزان، كما شفنا في التقرير ربما كان فيه نقد واضح وصريح لبرامج رمضان خلال هذه السنة. بداية بكلمة النقد سيدة فاطمة وزان، في الجزائر لماذا بعد ما ينتهي رمضان لا نقيم ندوات أو نقاشات ننتقد فيها البرامج الرمضانية أو البرامج التلفزيونية المقدمة في رمضان؟ ما عدناش هذه الثقافة أن ننتقد نفسنا، المخرجين أو كتاب السيناريو أو المهتمين بهذا الشأن ينتقدون البرامج بعد رمضان. أولا عثمان، فيما يتعلق بالنقد، هو النقد هو اختصاص في حد ذاته، يعني النقد ماهوش المخرج أو السيناريست هو اللي ينتقد نفسه، كاين ناس مختصين هم الذين ينتقدون بأعمال جزء في رمضان. حتى أنا كمخرجة أو كاتبة أنا أحتاج إلى ناقد أنه ينتقد أعمالي، عن طريق هذا النقد أن يمكن أنه يوجهني، نعرف أين يكمن الخطأ، أين هي نقاط الضعف، أين هي نقاط اللي كانت يعني قوية في العمل تاعي. من خلال هذا النقد احنا ممكن أننا نصلح أنفسنا. دونك النقد ماهوش عيب للمخرج ولا للكاتب ولا المنتج، وإنما هو يتطلب وجود ناس مختصين. وما تنساش نقاد السينما وحدهم ونقاد التلفزيون وحدهم. طيب السيدة وزان، تقولتي لي أنه النقد لما يكون هناك ناس مختصين، يعني ناس مختصين في النقد، لكن لما يكون ربما هناك إجماع تقريبا في هذه السنة أنه البرامج الرمضانية السيدة وزان حتى ما ننتقدوهاش هذاك الانتقاد اللاذع، لكن حقيقة نتكلموا بلغة الواقع، هناك إجماع، يعني ما عندها تقريبا كل الجزائريين في مواقع التواصل الاجتماعي، الصحف تتكلم أيضا أنه كانت فاشلة، ما قدمت لناش فكاهة اللي يضحكنا، يعني بصراحة ما كانش كاينة أعمال درامية خلات
أنه زمارك هكذا خلت اللمسة ولا البصمة ولا يعني الآن هناك إجماع، ما تحتاج الأمور تقريبا لأخصائيين كبار ولا نقاد كبار حتى نقولوا أنه البرامج في هذا رمضان ما كانتش في المستوى. ما انتفقش، احنا كاين بعض النقاط، كاين بعض الأمور التقنية، كاين بعض الثغرات في السيناريو اللي لازمها يعني صدق ناسها مختصين في هذا الميدان. كاين هناك نظرة على المواطن الجزائري بصفة عامة، المواطن الجزائري ما هوش بالضرورة مضطر أنه يتفهم كل الأمور التقنية وكل الثغرات، هو يشوف، المشاهد هو الحكم، هو يشوف بصفة عامة يعجبه العمل ولا ما يعجبوش العمل. ولكن النقد الحقيقي حتى تقوم السينما ويقوم الإنتاج التلفزيوني في الجزائر يجب أولا أن يكون هناك مختصين في هذا الميدان. وإحنا حاليا النقاد اللي رانا نشوفهم هما سواء صحفيين أو كما راك تقول أنت الجمهور الواسع. فعلا إحنا نخدمه مع الجمهور الواسع، والرأي ويهمني كتير رد فعل الجمهور يهمني كاتبة يهمني بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى. طيب سيدة وزال لما تقدمي عمل على سبيل المثال أنت أو كاتب سيناريو أو مخرج للجمهور، وهذا هو رأيي، لما تقدمي أنت عمل يكون كل المشاهدين هناك إجماع تقريبا على أنه هذاك العمل فاشل. نعم. أي دور للناقد أو المختص ولا يعني هنا اللي كان إجماع. يكون إجماع. شوف يا عثماني، هو العمل كي يكون فاشل يكون فاشل مبان من الأول، يعني ما هوش بالضرورة، يعني حتى أنه المواطن البسيط يمكن أنه يقول لك أنه عمل فاشل. عمل فاشل، إحنا ما راناش نتحدثوا عن الأعمال اللي تكون فاشلة 100%، لأنه لو كنا في قنوات ولو كنا في يعني في برامج اللي تحترم الأعمال تاعها، العمل الفاشل حتى المنتج أو القناة اللي تكون راح تبث العمل تحكم على أنه عمل فاشل وترفضه من البداية. كاين اعمال كاين اعمال انها تتعامل مع الامر الواقع، ما تلقاش دونك حنا ما نقدروش نلومو الاعمال الفاشله ما دام فيه اشخاص انهم يتقبلوا هذه الاعمال الفاشله، وما دام هناك قنوات ولا هناك اشخاص هي التي تشجع الرداءه. دونك الرداءه احنا نقدروا عليها بالعقل. طيب سيده بمعنى تفضلي انه فيه في كل مره تقدم اعمال، قال هذاك المنتج هذاك المخرج هذاك الكاتب قدم في العمل الاول تاعو، معليش نمدوا له فرصه، العمل تاعو كان رديء، نوجهه قال يا اخي العمل تاعك كان رديء، حاول انك تتحسن في العمل القادم. نلقاو نفس المنتج نفس المخرج نفس الكاتب يرجع لك بنفس العام الجاي. ما تنساش ما بين قوسين احنا عندنا اعمال مناسباتيه، يعني احنا نخدموا رمضان، يعني تكلمنا عليها، يعني رجعنا تقريبا كما الزلابيه تستهلك في رمضان. طيب ويا ريت يعني احنا رانا نديروا برامج تاع ليله الشك، تحس وكانه هذا البرنامج خدم في 24 ساعه. سيده وزان، في رمضان لما شفنا البرامج في رمضان احنا نتكلموا على ما نتكلموش على الشاذ، ربما فيه برنامج او اثنين جيدين، نتكلموا على العموم. في الفكاهه ما كانش برنامج يعني ضحكت بصراحه الجمهور الجزائري في رمضان وماركات وهكذا خلاته. في الدراما ما كاش، علاش وصلنا لهذا؟ على الأقل كان هناك في السنوات القادمة الفارطة عفوا كان فيه برنامج يعني يحفظ ماء الوجه، الشجرة اللي تغطي الغابة، في هذا رمضان ولا برنامج سيدة وزان. لا أنا نتفق معك، هو فقط أننا ما نرجعوش اللوم فقط على الكاتب ولا على المنتج ولا على المخرج، حتى القنوات عندها دور وعندها القنوات يعني هي المستهلكة، هي المستهلكة، ولكن القنوات تستهلك هناك حلقة إنتاجية. أنتما كقناة لاحظتوا أنه هذا المنتج جاب لك عمل رديء، قال معليش ربما العام الجاي راح يطور، نعطيه فرصة، عام الجاي يجيب لك عمل رديء ويعاود يجوز، وتبقى دائما نفس الأشخاص هما الموجودين. علاش كان عمل الميدان جيد؟ طيب تقولي لي عمل رديء، كان فيه عمل جيد وما عطاولوش فرصة الظهور؟ لا أسمعني، ما لازمش نكونوا يعني قاسيين في الأحكام تاعنا لهذه الدرجة. لا أنا أعطي لك أحكام، صدقيني سيدة وزان أنا أعطي لك أحكام تاع المشاهدين. الأحكام أنا راني كمشاهدة، أنا مانيش فقط استبيان في الفيسبوك 70 شخص تقريبا أو 80 شخص، واغلبهم يقول لك البرنامج كانت البرامج في رمضان كانت سيئه ولا سيئه جدا. كانت سيئه فعلا، انا سمعت يعني باش نكون يعني صريحه في هذا الموضوع، انا ما تبعتش كل البرامج في هذا رمضان، كانت عندي انشغالات اخرى، ولكن تبعت واش راه يمر في القنوات التلفزيونيه الجزائريه. فعلا كان فيه رداءة يعني مقارنه بسنوات اللي فاتت. طيب السؤال، انا ما نحبش نكون قاسيه، نقول لا مش قاسية، احنا هذا هو المشكل، احنا نتعاطفوا مع كلش حتى مع الفشل، نحاولوا ان نتعاطفوا مع الفشل. فشلنا قدمنا برامج سيئة، ولا برنامج ضحك الجزائريين. يعني الجزائريين كان عندهم الحرارة تاع رمضان والتعب تاع رمضان، وزادوا لهم برامج اتعبوهم هذيك البرامج، هذه صراحة سيدة وزان. طيب
احنا المشاهد حاب يعرف سيد وزال لماذا، لماذا ربما لما نتكلموا على الدراما نقولوا الدراما تحتاج امكانيات كبيره، سيناريو ضخم وعدد كبير من الممثلين. معليش برامج فكاهيه هي سيده وزان ما عندناش سيناريو يضحك اليوم، ما نقدروش نكتبوا سيناريو جميل في افكار جديده وتضحك الجمهور الى هذه الدرجه ولينا عاجزين معناتها في هذا المجال؟ لا هو كاين، مش باش نقولوا ما كاش نحكموا على ان ما كاش، احنا نعرفوا باللي الجزائر فيها قدرات في كل الميادين، كما كانوا عندنا قدرات في السبور، كما كانوا عندنا قدرات في الكتابه، كما عندنا قدرات في اي ميادين، فقط يكفي اننا نمدوا الفرصه لتلك القدرات. كيف ذلك؟ انك تسمح للناس، تسمح لهؤلاء الشباب انهم يقدموا اعمالهم. احنا دائما نشوفوا نفس الاشخاص هم اللي يرجعوا كل سنه. دونك هنا الخلل، انا ماهوش انا اللي راح نجاوبك على الخلل، اين يكمن الخلل في هذا الموضوع. دونك انا نفس الاشخاص، حتى انت عملتي مسلسل في رمضان، انا والله الحمد لله استقدمتي كمال بوعكاز. كمال بوعكاز شفناه في كل سكتشات الجزائريه، معناتها حتى انت عملتي هذا الطريقه. لا انا عندي جبتي شخص مستهلك. انا عندي هنا شخص احنا نقولوا مستهلك ولكن عنده الجمهور تاعو، ما نكروش. لا احنا لما نقولوا مستهلك ماهوش بالضروره ما عندوش جمهور، لما كنت تكلمتي لي على القدرات الشبانيه، معناتها تعطوا الفرصه للشباب. حتى انتم كمخرجين وككتاب سيناريو تتعاملوا مع الاشخاص اللي ظهروا حتى انتم ما كنتوش تعطوا الفرصه. ما نشوفوش الامور من هذا الجانب، هما على كل حال الوجوه المعروفه تبقى دائما هي الوجوه اللي تستقطب الجمهور. انا حتى ولو لاحظت في العمل تاعي فعلا كان عندي كمال بوعكاز يعني كممثل معروف، ولكن اللي كانوا معنا كلهم ما كانوش معروفين، ولكن انا ما نقدرش نغامر بانتاج ونغامر يعني بجانب مادي اللي يكون مرتفع مع اشخاص اللي ربما احنا المشاهد تعودنا انهم دائما يتبعوا العمل حسب الوجوه، يعني الممثلين اذا كانوا معروفين، اذا كانت عندهم نظره ايجابيه حول هؤلاء. في البدايه لكن في الاخير العمل في حد ذاته هو اللي يحكم. في البدايه ممكن الجمهور يشوف الشخص، لكن الجمهور في الاخير يشوف العمل. اذا كان العمل فيه طرافه فيه فكاهه راح يتبع العمل. لازم لك شيء اللي تخليك تجذب هذا المشاهد، لانه ما ننساوش انه حنايا عملنا كلها في رمضان وتكون فيه برامج كثيره عبر مختلف القنوات. طيب سيده وزان قولي لي بصراحه، هذا البرنامج وقتاش حضرتي له؟ قبل كم من رمضان؟ قبل شهر من رمضان؟ في رمضان؟ شوف بصراحه عثماني، انا هذا العمل ما نعتبروش من احسن اعمالي. معليش قولي لنا على هذا العمل. ما نعتبروش من احسن اعمالي، انا يا كذلك مانيش راضيه بهذا العمل. شحال المدة اللي قبل رمضان؟ فيه اسمح لي، خدمت فيه في ظروف قاسية جدا، سواء ظروف من ناحية الوقت، سواء من ناحية من الناحية المادية. احنا الشيء اللي ما نعرفوش اللي ما نتكلموش عليه كثير احنا في كي ننتقدوا الأعمال. طيب قولي لي المدة سيدة وزان، قولي لي المدة. راني جايتك. دونك احنا دينا هذيك العادة أننا كي نتكلموا وننتقدوا على العمل ما نتكلموش على جانب واللي هو مهم جدا في نجاح أو فشل العمل، ألا وهو الجانب المادي، ميزانية الفيلم. لأنه في آخر الأمر الأعمال السينمائية أو الأعمال التلفزيونية هي الفكرة الجميلة، السيناريو الجميل ما يطلبش ميزانية. طيب سيدة وصلنا، نعود بعد الفاصل، المخرج يقول لي نأخذ فاصل، مشاهدينا ابقوا معنا، نعود بعد هذا الفاصل. عودة مجددا مشاهدينا، نذكر من التحق بنا اللحظة، نحن نناقش البرامج التلفزيونية في شهر رمضان، كيف كانت جيدة سيئة جدا، مع المخرجة وكاتبة السيناريو السيدة فاطمة وزان. سيدة فاطمة وزان تكلمتي لي على الجانب المادي، لكن بالمقابل احنا شفنا في هذا رمضان يعني في سكتشات وأفلام فيها أفكار جد مستهلكة. سيدة فاطمة وزان شفنا مثلا أفلام فيها من البادية ناس تجي من البادية إلى المدينة، حملة سردوك، هذه الأفكار كانت يعني في وقت الاشتراكية أفكار قديمة ما تعطيش الصورة اللازمة للمجتمع الجزائري. شفنا أفكار فيها عجوز، وكنا معناتها تتكلمتي لي على الجانب المادي، لكن الجانب الفكري ما يطلبش أحيانا ماديات كبيرة، لكن حتى في الجانب الفكري سيدة وزان ما هيش عندنا أفكار جديدة، ما زلنا نشتروا في نفس الأفكار من 2000 حتى 2015، نفس الأفكار ما زالت تدور في كل في السكتشات نفسها، في الأفلام نفسها، في الكاميرا كاشي نفسها، حتى الأفكار ما كاش أفكار جديدة. عندنا مشكل في كتاب السيناريو، ما عندناش ناس مبدعين. شوف عثماني، أنا وجودي هنا ما هوش لكي باش ندافع على الأعمال هذيك، يعني الرداءة كنا ضد الرداءة، يعني أنا وشاطيتك في هذا الموقف ولا في هذا الرأي، ولكن ما لازمش نكون قاسيين كتير في أحكامنا، يعني ما هيش كل المواضيع
كل المواضيع اللي راه يجوز في التلفزيون سواء قنوات خاصه او تلفزيون الجزائري هي تتحدث عن الكنة او عن العجوز والكنة او عن أنا البادية او غدا. ربما شفت في رمضان في شفت في رمضان ناس من البادية جاوا من البادية جايبه سردوك للجزائر والناس تضحك عليها. اولا الفكره قديمه وثانيا في الجزائر من المفروض ما نروجوش مثل هذه الأفكار. في مصر في الصعيد ما يقدرش ينتقد لك الصعيد، الصعيد يصوروا لك على أنه ثقافة في الجزائر. ما نجموش نضحكوا على البادية، البادية راهي ثقافة، هاي البادية راهي ثقافة. معناتها هذه الأفكار شكون المسؤول عليها؟ شكون المسؤول؟ كاتب السيناريو ما يعرفش يكتب السيناريو، والمخرج يقبل سيناريو مثل هذا، المخرج وكاتب سيناريو يكونوا على بالك. هو في العمل السينمائي او العمل التلفزيوني ما نقدروش نقولوا فلان هو المتسبب الاول او فلان، هو كل هذا كل متركب، يعني كل عنصر في هذا العمل التلفزيوني هو يعتبر جزء من الكل. يعني هنا تقول سيفغي، هو فعلا يعني الانطلاقه الاولى في اي عمل سينمائي او تلفزيوني هي السيناريو. يعني عندما يكون السيناريو جيد يعني حتما سيقدم لنا عمل جيد. عدنا اللي يكتبوا سيناريو جيد في الجزائر؟ شوف أنا راح نكون قاسية لو قلت لك ما عندناش. أنا ما نحكمش دائما على القدرات تاعنا والمبدعين الجزائريين على أننا ما عندناش. كما عندنا كتاب تقولي لي كثير ما نكونش قاسية. أنا حبك تكوني واقعية سيدة وزان، غادي واقعية تكلموا بالواقع. في عندنا نقص، ماهوش ما عندناش، عندنا نقص كبير وكبير جدا في السيناريو. لماذا ما فهمناش؟ لانه باش نقول ما عندناش مبدعين، عندنا مبدعين. انا اقصد لما نشوف التلفزيون الجزائري، التلفزيون الجزائري بقنواته كلها، ما عندها التلفزه اللي تعرض في الجزائر. سيدة وزان ما زلنا نشوفه يا اما عائله في بيت فيها مشاكل، مازال ما عطيناش ابعاد الجزائر. كما كل البلدان لما تشوف افلام تشوف البعد الحضاري وتشوف البعد الثقافي، تشوف الجانب الاقتصادي، تشوف جانب من حياه 2015 معلوماتيه. ناس معناتها احنا مازلنا في افكار قديمه، يا اما رب بيت عنده مشاكل مع مرته واولاده في الجامعه، صور صغيره، ما عندناش خروج للحياه. معناتها الجزائر لما تشوف التلفزيون افلام الجزائر وكاننا عايشين في يا ريت في السبعينات. السبعينات كانت عندنا افلام مليحه، الان ما عندناش هذا التجديد في الافكار. لينوفاسيون يعني راهي في مستويات منخفضه جدا في على مستوى السيناريو، على مستوى الافكار. سيده وزان شوف عثمان، ربما ما نفهمش فهمه علاش ما قدرناش نتفقوا على نقطه معينه، على نقطه معينه، هو اننا ما نكونوش يعني اكستريميست لهذه الدرجه انه ما كانش. هو فعلا ما فيش تجديد في الافكار، ما فيش البرامج اللي شافوها المشاهدين. السيده وزان انا ما رانيش نتحدث على برامج رمضان، انا راني نتحدث على الاعمال التلفزيونيه في الجزائر بصفه عامه، خاصه في الفتره الأخيرة. يعني فيه بعض المواضيع اللي اختفت، هذا الموضوع تاع البادية ولا تاع اللي راك تكلم عليه انت بطريقة سلبية، يعني كأنه يعني من الخطأ أننا نتكلموا على البادية. لا، البادية هي جزء من المجتمع الجزائري، جزء من الثقافة الجزائرية. لا سيدة وزان، أنا تكلمت لك الفيلم أنا شفته، ما نذكرش اسم الفيلم، شافوه سيد أحمد أقومي هو اللي مثل فيه. نعم. خلنا نكونوا صراحة، لما تشوف أنه فيه البادية امرأة جات بسردوك الناس تضحك عليها، هذه فكرة قديمة سيدة وزان، ما هيش فكرة تاع الجزائر 2015. والآن ما كانش بادية تنجم تضحك عليها، الناس تصور كل ما فيها هو إرث، هو موروث، هو شيء جميل. معناتها ما زلنا احنا نقدمها بطريقة سلبية. هذا هو قصدي، انت تشوفي أفلام مصر، في أفلام مصر ينتقد لك الصعيد، يقدم لك الصعيد على أنهم ناس ما يعرفوش يتحدثوا ولا ما يعرفوش يتحدثوا، على أنه جزء من المجتمع وموروث مثلك الصعيدي بكل تقاليده. احنا ما زلنا نضحكوا على البادية، معناتها أفكار قديمة سيدة وزان، حتى ولو كانت تقاليد يعني يرفضها المجتمع، مي راهي موجودة لأنها فعلا موجودة في الصعيد. هذا إذا تكلمنا عن الأعمال المصرية. أنا كنت تقول لي مثلا علاش هذاك العمل، هذاك العمل فيه كما راك تقول أنت مرأة تجيب بالسردوك. أنا سألك سؤال آخر، سؤال آخر، من الذي وافق على هذا العمل؟ هذا هو سؤال، هذا هو سؤال. من الذي وافق على هذا العمل؟ من هي هذه القناة اللي سمحت لقناة اللي تحترم نفسها تسمح أنه مثل هذه الأعمال تجوز؟ من هو المنتج اللي ساهم ماديا وقدم؟ يعني احنا ما ننساوش انه السينما او التلفزيون يعني كما نقولوا سي دلارجون، ماهوش راهو استثمار. من هو الذي قدم هذه الاموال من اجل انتاج او انجاز عمل كما هذا؟ دونك احنا لو استمرينا في كل مره اننا ننتقدوا من دون ما نعالجوا، احنا هذه الظاهره هي موجوده.
دونك هنا انا صديق انا اللي نسالك فهاد جو سي با واش من القناه تجاز هذا العمل بصراحه ما نكذبش عليك. هاد القناه لازم هذا اللي تفهم معاه قال علاش جاز في القناه الثالثه في التلفزيون الجزائري قال علاش تجوز صديق عامل كيما هذا؟ ما هي المعايير اللي خلاتك تجوز عمل كيما هذا؟ لانه شخص كيما هذا اللي قدم هذا العمل هذه المره جاز بهذا العمل وقبله له في التلفزيون وما نذكرلكش انا ما نحبش نذكر الاسماء نفس الشخص كان قدم رداء العام اللي فات ونأكد لك انه نفس الشخص راح تشوفه العام الجاي. طيب كيفاش تم معليش سيدة وزان اذا كان هذا في هذا الكاتب حتى يتعرف حتى المشاهد صراحه سيدة وزان نفترض انه هناك ما عندها مشروع عمل كيفاش يجي السيناريو شكون يوافق على السيناريو المخرج هو اللي يشوف السيناريو سيكون كيفاش تكون كيفاش يكون العمل تاعك يعني نفترض انه سكتش مثلا اعطينا نموذج سكتش لا سمح لي هنايا كاين طرق مختلفه لانتاج عمل تلفزيوني اذا كان العمل مثلا يدخل في اطار الانتاج التنفيذي سواء مع قناه وحنا غالبا ما نعملوا مع التلفزيون لانه مهما يكون احنا ابناء تلفزيون والتلفزيون هي الام تاعنا اللي وصلتنا يعني قدمت لنا امكانيات قدمت لنا فرص لاننا نكون يعني موجودين على الساحه. طبعا هنا اذا كان فيه هذاك العمل مقبول ما ننساوش انه في التلفزيون هناك لجنه قراءه لجنة قراءة تقرأ السيناريو فقط لجنة ولا تقرأ أشياء أخرى تقرأ السيناريو توافق على العمل توافق على السيناريو ثم هناك بعدها كاين دي بروسيدور اللي يتبعوا حتى ينجز العمل هذا في إطار الإنتاج التنفيذي. دونك حنايا فعلا أنا ما رانيش مبرر في كاتب السيناريو لا بصح اسمحي لي سيدة وزان انتوما أيضا كمخرجين تقبلوا عمل آخر لحظة لما يتصل بكم تلفزيون بصراحة يقولوا لكم مثلا بقى 10 أيام على رمضان وهذا واقع يقول لكم على عملوا لنا فيلم انتوما تقبلوا سيدة وزان ما ترفضوش وتقولوا مثلا أنا ما نعملكش فيلم في 10 أيام ما ننساوش ما تنساش يا عثماني أننا كلنا موجودين في هذا الموضوع نظن أنه حتى ماهوش فقط الناس تاع الميدان اللي يعرفوا هذا المشكل حتى يعني الجمهور الواسع يعرف أنه حنايا الإنتاج التلفزيوني دائما يكون في آخر لحظة يعني نسكتوا عليه العام كامل لماذا يبقوا شهرين لماذا السيده وزان الان ما تحضرناش برنامج للرمضان القادم لا على الاقل ماهوش الان لكن بعد 3 اشهر 4 اشهر هذا السؤال تاع لماذا ماهوش لي انا اللي طرحه وانما المختصه احنا انا مثلا نتكلم لك يعني على نفسي فيما يتعلق بالانتاج انتظرت في التلفزيون بادرت بانتاج باموالي الخاصه قلت ما ننتظرش تلفزيون ولا أي قناة خدمته بأعمالي وعلى بالك باللي إنتاج عمل تلفزيون ضخم يعني مسلسل 30 حلقة سيلوغ كوم بيجي كمان يعني غامرنا وسلفنا منها وندبرنا راسنا على بانك ودرنا مع الممثلين طلبنا منهم المهلة ولكن مع لافان كي تروح باش تسوق العمل تاعك تروح للتلفزيون الجزائري التلفزيون الجزائري عنده الأعمال أو الإنتاج التنفيذي تاعه تروح القنوات الخاصة حتى ولو كان عمل جميل يعني يقدم لك يعني مبلغ ما يغطيش حتى التكاليف يعني ما تحدثوش يعني على السيناريست لاني انا نكتب يعني لي سيناريو لكن سيدة وزان انا واش قصدي سمحي لي انت تكلم لي على مسلسل انا ما حبيش نتكلم لك على جانب الدراما انا نتكلم لك على الانتاج بالضبط انا اعرف انه جانب الدراما جانب الانتاج الثقيل يكلف ربما ميزانيه من الاموال ومن الطاقم ومن التقنيات لكن حتى لي سيت كوم يا سيدة وزان حتى لي سيت كوم تاعنا بصراحه ماهمش يضحكوا حتى السكتشات تاعنا ماهمش يضحكوا ما عندناش افكار جديده تاع حتى الأفكار اللي كانت تضحك في 2009 راني نعاودوا فيها في 2010 ونفس الأشخاص اللي كانوا يضحكونا في 2010 بصراحة ما همش يضحكونا في 2015 لأنه نفس الأسلوب نفس الطريقة نفس الفكرة نفس الكلام نتفق معك يعني وما هوش فقط ما عدناش نضحكوا دوكا تيك تخلنا في منحنى آخر في منحنى آخر في الإنتاج أننا عدنا نستعمل العنف عاد فيه الأعمال كثيرة في التلفزيون سواء شفنا في الدراما كاميرا كاشي يعني ما حتى في دراما يعني تموت بالخلع حتى في الدراما انا شفت مسلسل درامي في التلفزيون الجزائري على كل حال هذاك السيناريو كان جاز عليا وانا رفضت اني ننجو يعني من اللي بدا المسلسل هو كل واحد يضرب في الاخر
صحيح هذا المسلسل شافوه كل الجزائريين، هو يضرب في مرته تضرب في وليدها، الاخ يضرب في اخته غير العلم. حنايا كي تكون فيه حنا ما ناش نقولوا بلي هذه الظاهره ماهيش موجوده، هي ظاهره موجوده. صح، وحنا مدابينا احنا مدابينا احنا مدابينا كسيناريست ككتاب ان هذه الظواهر، هذه الظواهر السلبيه الموجوده في المجتمع نعالجها ونظهرها على انها ظاهره سلبيه. انت قلت لي مثلا احنا كل واحد في الجزائر يقول لك راني نعالج المشاكل، يعني كل اعمال نحكوا فيها المشاكل. الكاتب يكتب لك كتاب حزين ويقول لك راني نعالج المشاكل، والمخرج يقول لك انا نكتب لك نعالج المشاكل. شكون يورينا الاشياء الجميله السيده وزاره؟ انا ربما نتكلم على نفسي وعلى اعمال تاعي، صح تعالج المشكل، هذا ما يعني انه العمل مسلسل كامل راح يكون في طريقه في في يعني بهذا الصدق بهذه الصياغه. لا اقصد السيده وزاره ظاهره العنف موجوده كثير في الاعمال تاعنا. الدول اللي عندها سينما مثلا لما تشوف مصر تشوف المسابح وتشوف لي طابي، وربما ما هيش حقيقه لكن يعطوك واحد الصوره. حتى الافلام التركيه مؤخرا تصور لك تركيا على انها يعني جنه فوق الارض، معناتها احنا في الجزائر فقط اللي ما نصوروش الاشياء الجميله وما اكثرها في الجزائر. احنا نركز في اشياء جميله، احنا نحاولوا نصورها، ولكن عندما نركز عليها كثير كثير على الاشياء الجميله يحكمك الشعب في الطريق ويقول لك احنا عايشين هكذاك باش ديروا لنا فيلم كما هذاك، احنا قعدنا لي بيسين. احنا دائما لازم ننطلق من الواقع الجزائري، نحاول اننا نصور المجتمع الجزائري، طبعا نحاول اننا نرقي بهذا المجتمع الجزائري. احنا لما نقولوا نرقي بالمجتمع ماشي يعني بالضروره نرقي بالجانب المادي، نوروا الناس ماهيش بالضروره نوروا بيسين سيده وزان. نعم. نوروا ناس ناجحه في الجامعه وناس ناجحه في عملها وناس أكيد. عندها طموح، ونوروا فرق رياضيه ونوروا موسيقى ونوروا أكيد. احنا مازلنا مغلوقين. لا طيب هذه الامور انا بصراحه انا لو تكلمت على نفسي هذه الامور كلها موجوده عندي. انا حتى ولو تكلمت كنت تحدثت قلت انه دائما تحدثوا عن العجوز والكنه. ناخذ مثال على اللي شفتوه في التقرير، شفتوه في التقرير بون، وان كان هذا الموضوع تاع العجوز والكنه راه نقص كاع في السنوات الاخيره. نقص كانت كل مسلسلات العجوز والكنه. علاش احنا عندنا المجتمع الجزائري ولا المجتمع تاعنا عندما كي تكون فيه ظاهره يعني كيكون خاصة إذا روج لها الإعلام، وخاصة أنه هذه الظاهرة لو عالجناها بطريقة أو نشوفوها بطريقة سلبية أو حكمنا عليها على أنها سلبية تلقى كل الأعمال تعالجها بطريقة سلبية. نعطيك مثال بسيط جدا، احنا عندنا دائما ملي كنا صغار نعرفوا زوجة الأب هي الزوجة الشريرة اللي تعامل أبناء الزوج تاعها بقساوة، هذه الأمور اللي عرفناها ملي كنا صغار. احنا أنا لاحظت شيء أنه كل الأعمال التلفزيونية عندما تتحدث عن الموضوع هذا تاع زوجة الأب يعني النمطية دائما تصورها شريرة، دائما تصورها بطريقة اللي نعرفوها على أنها الشريرة القاسية اللي ما تحبش ولاد الآخر تعملها. لعلنا انا لو شفت لو تبعت مسلسل حنان امرأة تاع عمل حمر ماهوش تاع عمل حمر حنان امرأة ريم تاكوشت بالضبط ريم تاكوشت انا حنان امرأة عالجته بهذا المنطلق. هو فعلا ظاهره موجوده، ما نقولوش ماهوش موجوده، معليش نمدوا لها حتى نسبه 80%، نقدروا نروحوا لها حتى نسبه 80%، لكن فيه صوره اخرى. طيب سيده وزان، ولكن كمل لك فقط الفكره يا تفضلي. اسمعني يعني هذاك 80% انا كي انطلقت من فكره، باسكو انا دائما كي نكتب عمل انطلق من موضوع، قال في هذا العمل واش هو الموضوع اللي راني حابه نعالجه، قال راني حابه نعالج هذه الظاهره فيه يعني ظاهره كل يعني سواء الاعلام او السينما او التلفزيون احكم على زوجة الاب على انها ظاهره سلبيه، علاش انا ما نعالجهاش بظاهره ايجابيه بطريقه ايجابيه؟ قولي لي نقطه فقط شفناها انه بعض اللقطات او بعض الالفاظ او بعض اللسان هكذا كانت ربما ما تقبلهاش المجتمع الجزائري بصراحه، كان فيه بعض اللقطات ربما الخادشه للحياء والخادش يعني خرج على مضمون الاسره الجزائريه مرت في القنوات. سيدة وزان هذه تدخل في مشكلة كتابة السيناريو، تدخل في مشكلة الإخراج، أنكم تراعوا مثلا حرمة المنزل، حرمة العائلة الجزائرية، مقدسات العائلة الجزائرية، تراعوها أنتم كمخرجين ولا ككتاب سيناريو؟ أكيد إحنا في بارتي من هذا المجتمع، إحنا رانا الناس موجودين يعني إحنا رانا جزء من هذا المجتمع، ما نقدرش نقدم للمجتمع يعني هذه الأمور اللي راك تقول أنت خديجة بالحياء، وإن كان يعني أنا بوميتونية يعني باش ما تلاقيتش يعني بون أنا ساديبون دوكا تيكو شنو هما لي ليميت تاع الكلمة تاعك خديجة بالحياء. إذا كان واحد تتكلم مع وحدة تسميها خديجة بالحياء لا معيش هذه يا سيدة سيدة وزارة جزائرية وجزائرية، لما أقول لك خديجة الحياء بمعنى الكلمة لأنه فيه أشياء نتفق عليها جميعا. أسنى رانا نتكلموا على التلفزيون؟
التلفزيون باسكو ما تنساوش باللي في السينما فيه طريقه اخرى للمعالجه، لانه في اخر الامر السينما انت اللي تروح ليها ماشي هي اللي تجيك للدار. دونك هذا اختيار، ولكن اعمال خادشه بالحياء ما والله بصراحه انا خادشه الحياء راح يكون عندي ربما مفهوم سلبي كبير، يعني حتى الكلمه في حد ذاتها خادشه، يعني لقطات خادشه بالحياه. علاش المشاهد راه يفهم في هذا؟ لا انا ربما الأشياء. ما تابعش يعني اسكو اذا كان كيتكلم مع وحده تسميها انت خادشه للحياه؟ انت في رايك هذه خادشه للحياه؟ لا انا جزائري وانت جزائريه، قلت لك لما نقول لك خادشه للحياه الاشياء الخادشه للحياه سيده وزاره موجوده في العمل الجزائري. ما يختلفوش عليها اثنين، لما نقول لك هذا الشيء خادش للحياه ما يختلفوا عليه لا علماني لا اسلامي لا يساري لا اقصد مكتسبات الاسره الجزائريه. موجوده في الاعمال الجزائريه؟ كان في بعض الاعمال ما تقدرش تشوفها مع اسرتك، هذا بعض عمل جزائري؟ ماهيش عمل كامل، بعض اللقطات. لأن الشيء اللي نعرفه في الأعمال في التلفزيون ماهيش عمل، بعض اللقطات سيدة وزان. الشيء اللي نعرفه في التلفزيون الجزائري وعلقوا عليها كثير المشاهدين وعلقوا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي كانت عملت بوز كبير بعض اللقطات. أشياء كما هذه احنا نرفضوها. أنتم ترفضوها؟ نرفضوها، أنا كسيناريست ما نكتبهاش. كمخرجة يعني أي شيء اللي يقدر يمس كرامة واللي يقدر يمس واللي يقدر يفكك العائلة الجزائرية أمام تلفزيون أنا ما نخدمهاش. شكرا. هذه من ناحية، من ناحية أخرى ما تنساش بلي أن القناة الجزائرية القنوات الجزائرية سواء القنوات خاصة أو القنوات العمومية أو القنوات العمومية هي القنوات الوحيدة اللي مازال المجتمع الجزائري والعائلة الجزائرية يتلايموا. وهذا يحسب لها. شكرا جزيلا لك. معروف. شكرا جزيلا. خديجة بالحياة والله بصراحة يعني ربما بعض اللقطات سيدة وزان. شكرا جزيلا لك. وشكرا أيضا للمشاهدين. احنا دائما ننتقد، لا نريد أن نسيء لأي شخص، ننتقد فقط لأننا نريد في عملنا التلفزيونية أن نشاهد يعني أشياء جميلة، نشاهد دراما جميلة وحتى الفكاهة تكون جميلة، لا ننتقد لا أشخاصا معينين ولا أي يعني أي إنتاج أو هكذا بعينه، بل فقط ننتقد الأشياء السلبية. شكرا لك سيدة وزان. فقط عثماني انا نشكرك، فقط انا نشكرك على هذا اللقاء. انت كنت تحدث لي في الاول قلت لي ما فيش نقد، ولكن النقد ومعالجه الاعمال يكون بالطريقه هذه، لانه في كل مره يتكلم الاعلام على هذه السلبيات تاع الاعمال التلفزيونيه وكل القنوات تتكلم عليه يكون فيه تحسن ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سيده وزان. مشاهدينا الى هنا نصل الى النهايه. قناعه منا دائما ان شاء الله انه اليوم افضل من الامس والغد افضل ان شاء الله في الجزائر، ودائما ندعو ربي على رايد بلادنا. محمد عثمان يحييكم، السلام عليكم.